الصناعة الخليجية تتطور باستمرار وبإيقاع سريع، معتمدة على رؤوس الأموال الخليجية والخبرات الوطنية والعمالة المدربة. واهتم مجلس التعاون الخليجي بتشجيع الصناعة الوطنية من خلال قرارات عديدة ليزداد الإنتاج وترتفع نسبة طلب الأيدي العاملة الوطنية. كما قرر المجلس إقرار وثيقة سبل ومجالات زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الاقتصاد الوطني بدول المجلس. إنها حقائق عن ميزات ومنافع يجنيها مواطنو مجلس التعاون الخليجي، لأنه من أجلهم كان مجلس التعاون الخليجي. إنها الحقيقة بدقيقة.